السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ مرحبا فيكم في برنامج خمس أشياء. طبعا كل حلقة راح يكون فيه خمس أشياء مختلفة، ما في ترتيب معين، ما في أول ثاني ثالث، خمس أشياء مختلفة في ألعاب معينة. الأسبوع هذا راح تكون متل جير، يعني نطلع لكم خمس شطحات في لعبة متل جير أو سلسلة ألعاب متل جير. يلا خلونا نبدأ. في مثل جير الاول الكورنل كامبل يطلب من السنيك انه يدور على الكود حق ميرل ورا علبه سي دي. طبعا الناس استغربوا وش علبه سي دي هذه، هل علبه سي دي حقيقيه ولا لا؟ طلعت فعلا انها ورا علبه سي دي الحقيقيه زي ما تشوفون في المكان هذا. طبعا الناس على طول يعني كتبوا هذا الكود وطلعت لهم ميرل وكلموها وقدروا يفتحون الباب اللي كان مقفل. في لعبة مثل جير الجزء الأول راح تقابل شخصية مرة مهمة اسمها سايكو مانتس، وهو واحد من البوسس. وفي البداية راح يبهرك ويخليك تنجن إنه يقرأ الميموري كارد حقك، إذا أنت ما سيفت بيقولك تراك ما سيفت الجيم من زمان، وإذا عندك لعبة كاسلفينيا راح يقولك إنه ترى موجودة لعبة كاسلفينيا في الميموري كارد وتلعبها قبل. وبعدين يبدأ البوس فايت، تحاول تطقه بس ما راح ينطق طبعا، لأنه فيه سر لازم تسويه عشان تخليه ينطق. والسر هذا أنه فجأة بيكلمك الكولونيل كامبل وبيقولك أنك لازم تفصل اليد من البورت الأول وتحطها في البورت الثاني، ولما تحط كذا راح تبدأ تطقه وتقدر تفوز عليه. في مثل جير الجزء الخامس لو استخدمت مسدس المخدر على شخصية أسولت أكثر من مرة راح يبدأ يهلوس من نفسه ويتكلم، بيقول أشياء غريبة، مثلا يقول لك 2 زائد 2 يسوي 5، ويبدأ يتكلم نص كلام ياباني نص كلام إنجليزي. في مثل جير الجزء الخامس راح يطلب منك أوتوكون أنك تبدل إلى السي دي الثاني. طبعا بعدين كذا فجأة بيوقف بيقول لحظة، حنا هذا الجهاز البي اس 3 في بلوري وفي تقنية الدول لير، يعني ما يحتاج أن نبدل، يبدأ يهايط عليك. طبعا هو قاعد يستهبل ويطنز على سالفة ان البلاي ستيشن 1 كان لازم تبدل من السي دي الاول للسي دي الثاني في لعبة مثل جير الجزء الاول. في مثل جير الجزء الثاني كامبل راح يبدا يقول اشياء غريبة عجيبة، مثلا يقول لك ان طفي الجهاز الحين وقف لعب، ويقول لك انت ليش قاعد تلعب طول الوقت ما عندك شيء ثاني تسويه. وحتى برضو حبيبته روزماري تدخل وتقول لك ان بعد عن الشاشة لا تقرب كثير عيونك تعورك، وتبدا شيء غريبة تجيك مقاطع من الجزء الاول وتجيك مقاطع من ايام صخر، وفجأة كامبل يجي تصويره من ورا، يعني حاجات غريبة لحست مخ. يعطيكم العافية شباب، ان شاء الله عجبتكم الحلقة، وانتم بعد تقدرون تشاركون تحت في الكومنتس، اكتبوا اعطونا اي خمس اشياء من العاب سلسلة متل جير، اي شطحات يعني خمس اشياء منهم اكتبوها تحت. مع السلامة.